السلام عليكم، صباح الخير. إذا قاعدين من الصبح شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله بخير. إحنا ما شاء الله وصلنا للدرس الرابع من الوحدة الثانية اللي هو من السيرة النبوية. إحنا قلنا السيرة النبوية من صف أول يكلمكم عن حبيبنا محمد من ولادته ومنه إلى أن اندرج. هسه راح يتكلمني عن هجرة الرسول. هجرة الرسول هي يعني إنه تسافر من بلدك إلى بلد ثاني، وبالك انه راح تعيش بذاك البلد تستقر به، اذا هاي يسموها هجره. اما انت من السافر الى بلد ثاني حتى سياحه وتستمتع وترجع، هاي ما يسموها هجره. الهجره انه سافرت من بلدك الى بلد ثاني. هجره الرسول نتذكر احنا بعد ما كانوا المشركين مؤذيين، بعد ما بدا الاسلام واعلنوا الاسلام، المشركين بداوا ياذون ويعذبون المسلمين الضعفاء، فالرسول قال للناس الفقراء والضعفاء قال لهم سافروا الى المدينه المنوره اللي هي كان اسمها يثرب. بعدها هو هم بعد ما فكروا يقتلوه وقرروا يقتلوه، الله سبحانه وتعالى ارسل له الملك جبريل بلغه، فكان لازم يطلع هو ايضا. امر الله تعالى انه يسافر ويهاجر الى يثرب اللي اصبح اسمها المدينه المنوره. فهنا راح يتكلم عنها شوية. بقي علي بن أبي طالب عليه السلام ابن عم الرسول، تذكروا الإمام علي ابن عم الرسول، في مكة 3 أيام بعد خروج الرسول اللي هي من السنة الفاتت تعرفوها. من الرسول طلب من عنده أنه يبات بفراشة حتى المشركين يحسبون بعد الرسول موجود يريدون يقتلوه، وبعد ما هاجر قال له رجع الأمانات. ليش بقت 3 أيام؟ لأن هو يرجع الأمانات اللي كانت عند الرسول، لأن حبيبنا محمد كان الأمين الصادق، فكانوا المشركين والكفار واللي عايشين بمكة كلهم يضمون عنده أماناتهم. ماكو قازة وماكو بنك وماكو مكان يخلون يضمون بيها أشياءهم الثمينة، فكانوا يتركوها عنده، أو اللي يسافر يترك عنده يقول له على ما أرجع. هو معروف بالصدق ورد الأمانة، فدائما يسموه الأمين الصادق، فدائما كانوا يخلون عنده. من أمر الله أنه يهاجر لأن المشركين راح يقتلوه، فطلب من الإمام علي بن أبي طالب أنه يبقى بفراشة حتى يتوهم، هو كان متأكد أنه ما حد راح يقتل الإمام علي لأن هذا أمر من رب العالمين، وطلب منه أنه يبقى في مكة ويرد الأمانات. فبقى شقد 3 أيام، رد الأمانات إلى أصحابه والودائع، وبعد ما ردها الإمام علي خلص 3 أيام خلص شغله، سافر وهاجر ليلا هاجر الى يثرب اللي هي المدينه المنوره. منو هاجرت وياه؟ بدنا نحكي هسه عن الامام علي. منو سافرت وياه يعني هاجرت؟ امه فاطمه بنت اسد، ام الامام علي اسمها فاطمه بنت اسد، وزوجته فاطمه الزهراء اللي هي ابنه الرسول صلى الله عليه وسلم. امه فاطمه بنت اسد اللي هي اصلا ربه الرسول. الرسول احنا نعرف هو صغير توفت والدته، فساعدت في تربيته فاطمه بنت اسد اللي هي ام الامام علي. ومنو بعد ومعهم؟ فاطمه الزهراء ابنه الرسول. هذول الاثنين سافروا ويا الامام علي الى المدينه المنوره، وهاجر معهم اثنين ايضا من نساء اقرباء الرسول، من قرايب الرسول كانوا صلى الله عليه وسلم همينة، فيعني كانوا 4 نساء ويا الامام علي عليه السلام. بعد عدة أيام، إحنا السفر كان قبل على الجمل فيحتاج أيام إلى أن يوصلون، مع إنه هي إحنا هسه بالسيارة توصلها 5 ساعات بيناتهم، بس بسبب قبل ما كان أكو فعلى الجمل يطولون كم يوم، طولوا كم يوم وصل. لما وصلوا كانوا كلش تعبانين، استقبلهم الرسول وفرح إنه هم وصلوا بخير وسلامة، بنفس الوقت تألم وبكى. الرسول صلى الله عليه وسلم تألم وبكى، ليش؟ من شافهم، لما رآه من شدة التعب والأذى التي أصابت عليا. لما شاف الإمام علي ابن عمه اللي هو حبيبه كلش تعبان كلش متأذي بسبب هذا السفر واللي شافه، تألم وبكى ودعا له أنه طبعا المغفرة كل شيء. وبعد عام من هجرة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام علي بن أبي طالب ابنته فاطمة، يعني بعد سنة بالضبط من هجرتهم من مكة إلى المدينة صار الزواج بين الإمام علي عليه السلام وابنة الرسول فاطمة الزهراء عليه السلام. واجبنا كتابة المناقشة، الأسئلة والحلول اللي راح أرسلها وحفظ المناقشة الدرس القادم. هاي من الأسئلة المهمة والمفيدة، معلوماتك عن الدين الإسلامي أو عفواً عن الرسول وعائلته وآل البيت كلش مهمة.
بماذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن ابي طالب؟ امر انه يبقى في فراشه ويرد الامانات. من هي فاطمه بنت اسد؟ انتبه، هاي بنت اسد هي والده او ام الامام علي عليه السلام. لماذا تالم الرسول وبكى عندما وصل علي الى المدينه؟ لما راه من شده تعب والم الامام علي عليه السلام من هاجر. من هو زوج فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعاً الإمام علي عليه السلام. لماذا كان أهل مكة يودعون أماناتهم عند رسول الله؟ لأن هو الصادق الأمين اللي ماكو مثله، يخلوه عندهم متأكدين أنه راح يرجعها. سادساً، لماذا بقي علي بن أبي طالب ثلاثة أيام في مكة بعد خروج الرسول؟ بقى ثلاثة أيام حتى يلحق يرجع الأمانات اللي كانت عند الرسول، لأن هو أيضاً أمين جداً ويوصل كل واحد الحق. واجبنا كتابة وحفظ أسئلة وحلول المناقشة حتى نسمعها الدرس الجاي، ونشوف الدرس الجاي شنو الموضوع اللي عندنا، وإن شاء الله تكون دائما التربية الإسلامية حلوة ومعلومات مفيدة، ودائما نكسب الأجر في تعلمها. أشوفكم على خير، السلام عليكم.